مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في حلقة اليوم خاصة بعقلنا استعمال أسمدة العمق في ضيعات التمور المسقية بنظام الربطة في أشجار النخيل. كتحتاج لأسمدة عضوية والأسمدة رئيسية، الأزوت، الفوسفور والبوتاسيوم، والعناصر صغيرة وثانوية وخاصة منها الكالسيوم والمغنيزيوم. وإلا بغيتي أخي الفلاح تدير البرنامج بالعقل ديال تسميد الشجر ديالك، عندك طريقتين. الطريقة الأولى واللي كنصحو بها الفلاح كتعتمد على التحاليل ديال التربة وديال الأوراق، وكتطبق توصيات ديال المختبر اللي كيعطيك فيها التركيبة المشخصة وكيف صرف فيها برنامج تسميد وكيفصل فيه الكميات اللي خاصنا نجيبو ديال لانغري بلا زيادة ولا نقصان والأوقات المناسبة زيادة على معلومات أخرى إلى آخره. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، طريقة ثانية تقديرية، وبعض الدراسات بينات بلي هاد الخصائص من احتياجات حسب عمر الأشجار. هو بالنسبة للأشجار الصغيرة من سنة إلى 4 سنوات، فالاحتياجات التقديرية هي من 5 إلى 10 كيلوغرام ديال الغبار، زائد من 0.1 حتى 0.2 كيلوغرام الأزوت الصافي، زائد من 0.1 حتى 0.5 كيلوغرام الفوسفور الصافي، زائد من 0.3 حتى 0.5 كيلوغرام البوتاسيوم الصافي. وبالنسبة للأشجار الكبيرة المنتجة، فالاحتياجات التقديرية لحسب العمر ديالها هي من 60 حتى 240 كيلوغرام ديال الغبار، زائد من 2 حتى 3 كيلوغرام الأزوت الصافي، زائد من 2 حتى 3 كيلوغرام الفوسفور الصافي، زائد من 4 حتى 6 كيلوغرام البوتاسيوم الصافي. وبالنسبة للانغري ديال سباق الأرض، لازم نجيب في الحوض 50% من الأزوت، زائد 100% ديال الفوسفور، و 50% من البوتاسيوم. وبالنسبة لمادة الكالسيوم والمنغنيز، يمكن نزيد كميات في التربة في حالة ظهور أعراض النقص الحاد لكل شجرة وعلى حساب العمر ديالها. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، انت اللي كتسقي بالربطة كتعرف بلي المولانغ اللي كيتماشوا مع بعضياتهم، وهنا لازم بعد ما نكون خدمت الارض ديالي مزيان كنصوب الحواض ديال الشجر. هاد الاحواض هما الوعاء اللي كنفرغ فيه كميات الغبار وديال لانغري ديال سباق الارض وديال التغطيه الخاصه بكل شجره، بحيث كنحط الغبار واللانغري بعيد من الجذع الرئيسي للشجره وقريب من الشبكه ديال الجذور على واحد الغرق كافي باش تستفد منه الشجره، ونكون من الاحسن برمجت السقي مع لانغري باش نرفع من الفعاليه ديالو. وفي الاخير اخي الفلاح، اختي الفلاحه، لازمك ترد البال نظام السقي بالربطه وكذلك الكميه ديال الماء اللي خاصك تجيب فسقة، وشحال من سقية خاصك تدير باش تحسن من تغذية الأشجار. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.